احنا دورنا دلوقتي نوجه الناس ان يا جماعه ده منتخب مصر، الناس كلها تفتكر لو منتخب مصر كان بيكسب امم افريقيا الناس كانت في الشارع عامله ازاي، اه لو منتخب مصر كانت ايام. صعد لكاس العالم الناس الفرحه بتاعتها كانت عامله ازاي. احنا شعب يعني بيحب بلده، بيحب منتخب بلده، اه بنحب الانديه وشجع عليه كل حاجه، لكن في الاخر لازم تلتف حوالين منتخب مصر. طبعا. انا بشوف ماتشات المغرب الوديه اللي الاستاد فيها متقفل، والجزائر بشوف جاي لك في كلامك، النهارده الملعب بشوف شكله ايه؟ لا انا قصدي الوديه الماتشات اللي بتلعب الوديه في العاديه. لا العاديه، بيلعب فين؟ ماتشات في الجزائر الجزائر، في كوت ديفوار النهارده لا انت بقى. بتتكلم عن النهارده اه في كوت طبعا. ديفوار، انا بتكلم عن منتخب الجزائري لا مثلا بشوف بيلعب الناس ماتش في ودي في الملعب الجزائر الاستاد بيبقى مقفول. بالظبط. شوف امبارح المغرب كذلك. انطباعات الجماهير اللي موجوده في الاستاد وحالات الحزن وحاله الفرحه مره واحده بعد ما بتتعادل وفي اخر دقيقه. يعني انا نفسي الناس دلوقتي ده وقت الالتفاف حوالين طبعا منتخب مصر، طبعا وقت طبعا. المؤازره وقت الدعم. اتحاد الكره عنده مشاكل كتيره جدا اللي ما نحط ايدينا عليها بعد كده. الراجل امبارح قلنا او اتكلمنا في البدايه، لكن يا جماعه ده مش نهايه العالم. أكيد الجزائر النهارده تاني بنأكد ان هي اتعادلت، السنغال اه كسبت، انا بتكلم غانا اتغلبت، الكاميرون الكاميرا بتتعادل اتعادلت، وكانت مغلوبه نيجيريا وتلعب مع اتعادلت. فريق ناقص اه من احنا الشوط يا جماعه البطوله اللي فاتت خسرين من من نيجيريا. نيجيريا في بالظبط. البدايه. وكملنا لازم للنهائي دلوقتي بقى يا استاذ احمد ليه؟ عشان وامير الراجل بدأ اللعيبه تقعد، يخلق دور صح روح. صح. اللعيبه تقعد، دور بقى ده دور النني بجد بره الملعب، ده دور حجازي، ده دور صلاح صلاح، ده دور الشناوي، اللعيبه اللي بالظبط. عندها خبرات تقعد مع اللعيبه. الماتشين اللي جايين دول يا جماعه حياه او موت. طبعا طبعا. احنا بنمثل مصر، الدلع مرفوض في الاوقات دي، ما ينفعش ان احنا نتهاون تاني في اي ماتش جاي. انت شفت اللقطه الفوز بتاعت النشيد الوطني؟ شفتها، الحماس الكبير دي حاجه جميله جدا. مين اكتر لاعب كان متحمس؟ شفت عبد المنعم، محمد الشناوي عبد المنعم. وعبد المنعم، وعبد المنعم صوته كان اوضح صوت. والشناوي والشناوي وهاني هي دي الحاجه اللي احنا عايزين موجوده بقى في الاكبر من محمد عبد المنعم. طب انا معلش انا دلوقتي هطلع اقول النشيد بحماس واجي في الماتش لا الراجل ده اهرج لا ما واتسجل كانش مش لا، هو بيناقش بيقول لك عايز شكايه؟ نفس الروح انا يعني في عايز الملعب. اللعيبه صح زي الروح اللي انت بتتكلم فيها كده يا استاذ احمد يبقوا في الملعب. تمام. فرقه غانا المباراه مش سهله، المباراه محتاجه 11 راجل في الملعب بجد، مش لعيبه ممكن تاخد الموضوع بقى ان انا مش عارف بلعب فين او لا. انا انت النهارده بتلعب باسم مصر، تموت نفسك في الملعب عشان ربنا يكرمك تاخد 3 بونت دول يدوك فرصه ان انت الفوز او التعادل قدام كاب فيردي. وباكد تاني فرقه كاب فيردي جامدة أوي، فرقه قويه جامدة جدا أوي جدا، الحقيقة. فلازم ناخد طيب بالنا. المباراه بتاعت غانا دي خلاص انت حط نفسك ان انت دلوقتي في الادوار الاقصائيه، مش ماتش في المجموعات، هو قال فلازم كده تكسب. يعني، هو قال كده بتصريحاته، قال احنا هنعتبر كل مباراة بمثابة قبل البطولة مباراة ما مباراة سمعتوش نهائي. والله. قبل البطولة، قبل البطولة. طيب خلينا اتكلمنا في منتخب مصر بشكل كبير جدا، لكن اكيد في بعض الاخبار والمستجدات على الساحة الرياضية المحلية بخصوص الاهلي والزمالك. طيب معلش يا امير انا اسف، اتفضل انا اتفضل يعني اتفضل. لازم الناس تعرف برضو يا جماعه احنا تصفيات كاس بطوله افريقيا بنلعب فيها بغض النظر عن النتيجه، وباذن الله هنكمل ان شاء ونلعب، الله بس عندنا الاهم برضو امير وحاجه مهمه تصفيات كاس عالم. طبعا. احنا خدنا خطوه كويسه، عندنا المرحله الجايه ماتشات. وجهه نظري التصفيات الاسهل ان احنا نطلع منها لكاس العالم. انت دلوقتي غينيا او بوركينا انت ماشي كويس، انت اول، فلو ربنا كرمنا وكملنا فما نهدش المعبد. ما حصل اي حاجه لا قدر الله ما خدناش البطوله، دي خرجنا من، نقطة مهمة بصراحة. لازم نكمل صح. عشان عندنا هدف تصفيات هتمتد معانا لمده سنتين، والحلم ان احنا نصعد باذن الله كاس عالم ان شاء الله باذن الله احنا طبعا في البطوله ان شاء دي، الله. وان شاء الله نوصل كمان كاس عالم.